كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هنيئا لكم الصيام، وهنيئا لكم القيام، وهنيئا لكم قراءة القرآن. ونصيحتي إليكم أيها المسلمون في كل مكان، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، لا نعبد شهرا ولا زمانا ولا مكانا، نعبد الله. ورب رمضان هو رب شوال، هو رب سائر العام، فكن عبدا لله. هل ذقت حلاوة الصيام؟ هل ذقت لذة القيام؟ هل ذقت حلاوة الأنس بالله؟ لا تتركها، داوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فها قد من الله علينا وأتم علينا النعمة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير والبر، وأن يخرج منا ما يرضيه عنا. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.